وهتكلم ازاي بنعمة ربنا الامور دي ما تقفش قدامنا ما تبوظلناش الاعتراف. ولو حد يحب يسأل او يقول لي حاجات مشاكل تانية ونتشارك مع بعض انا ببقى فرحان جدا. مشاكل الاعتراف انا هقول، وانت كل واحد يخزن عنده كل مشكلة، يعني لو يحب يشاركني بيها في لحظاتها ماشي، لو يحب يقولها لي بعد النقطة اللي احنا فيها ماشي. اول مشكلة اولاد بتقابلنا في الاعتراف هي ان احنا بنبرر لينا افعالنا. يعني ساعات الواحد ما بيروحش يقول انا غلطان، لان هو بيقول في باله انا معذور. يعني انا بحس ان انا زي الناس، اشمعنى انا اللي هعترف؟ او مش بس زي الناس، اصلا كنت مضطر يعني غصب عني، يعني اصلي هو واحد استفزني فانا اللي شتمت، بس هو اللي استفزني. يعني الغلط على مين؟ مش علي. التبرير لنفسي بيخليني اتمنع واتسد واتقفل من الاعتراف، حتى ان كان ربنا بيلح علي بيقول لي يا ابني حبيبي اسمع الكلام، قدم توبة. انا بيني وبين نفسي اقول يا رب شوف هم وحشين ازاي مش بيقدموا توبة، شوف هم بينرفزوني لحد دلوقتي، شوف الاشرار بيحطوا لي صور وحشة على النت، بس هم اللي غلطانين. فاهمين؟ مش انا اللي ببص، لا هم اللي غلطانين. شوف الناس بتعمل ايه يا رب، لكن انا ايه؟ انا بريء. عشان كده الواحد بيروح للاعتراف يقول دايما مقدمات. تلاقي الواحد داخل قدام ابونا يقول له شفت ابونا اللي حصل؟ ايه يا حبيبي اللي حصل؟ مش فلان الفلان عمل كذا؟ طب ايه يا ابني داخله ده بالاعتراف؟ ما انا جاي لك في الكلام. شويه يقول لي ايه بقى حديته بقى طويله في الاخر ليه؟ عشان يقول لي انا عملت كذا. طب ما تقول لي يا ابني في الاخر انا عملت كذا. من انا اقول لك لازم بس عشان تعرف السبب. هو ابونا انت ده يعني بتحاول تكروتني؟ فاهمين قصدي ازاي؟ الموضوع مش في ان ابونا بكروته، لا هو نفسه ببرر. طب لو كنت انا مش ببرر لنفسي اقول انا خطياتي امامي في كل حين، خطياتي مش خطياتهم، خطياتنا، وحاسب نفسي ودقق مع نفسي قبل ما ادخل قدام ابونا واقول في بالي كده لنفسي عملت كذا بالرغم من ان ربنا كان معاك وكان بيستر عليك وكان وادي لنفسي كده تأنيبات عشان ادخل في منتهى الاضطراع والانكسار والخزي واقف قدام ربنا. طبعا سيبكم من ابونا، انتوا بتقعدوا قدام ربنا، قاعد قدام ربنا في سر الاعتراف وتقول له يا رب ايه اغسلني في ابيض اكتر من التلج. لو دخلت قدام ربنا باي حج او عذر مش هخرج مبرر. لو تفتكروا كمان ربنا لما كلم ادم بعد ما غلط واكل من الشجره قال له ايه؟ هل اكلت من الشجره؟ قال له ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ قال له المراه التي اعطيتني هي اللي زقتني، هي اللي ادتني اكل، انا اعمل ايه؟ انا عبد المأمور اكلت، بس الغلط على مين يا رب؟ عليه انا ايه؟ انا مش ده. نفس الحكايه، كل واحد فينا بيرمي الملامه على غيره. واجمل من اجمل الاقوال للاباء، في احد الاباء القديسين يقول ايه؟ لا يوجد احسن من ملامه النفس في كل شيء، لا يوجد احسن من ملامه النفس في كل شيء. هو القديس ده جرب انه يبتدي التوبه، انه يلوم نفسه، فاكتشف تفاصيل من الخطايا وقدم توبه عنها. لما لو ما كانش بيلوم نفسه كان في حاجات كتير قوي مدفونه عندي. ايه حاجات كتير مدفونه؟ واحد يقف قدام الناس ازاي يبقى عينك فيها قذى؟ ازاي سايب عينك كده فيها قذى ازاي وهو اصلا يكون عنده ايه؟ خشبه، يعني عينه مسدوده خالص. بس انا ببرر الخشبه لان الناس عندهم ايه؟ قذى، يعني قشه. طبعا دي مش حج، ما ينفعش. عشان كده النهارده ربنا بيقول لنا كلنا كده قبل ما تدخل الاعتراف وقف قدام ربنا قول له سامحني
أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان يا رب، فيش حد تاني غيري، مهما الناس زقوني أنا بإرادتي اختطفت لي قضية الإيه؟ الموت. عارفين دي حتة في القداس الغرغوري ربنا يقولها، يقول أنا اختطفت لي قضية الموت، يعني أنا اللي انتزعت الموت، أنا اللي جريت على الخطية، أنا ياما حفيت وراء إبليس، مش هو اللي جري وراي، ده أنا اللي جريت وراه، ياما عملت الخطية بإرادتي. دي أول مشكلة بتمنع الاعتراف هي التبرير. تاني مشكلة يا شباب، أعتقد إن دي بقى اللي يعني دي واخدة رانك عالي قوي، الخجل، الخجل الزيادة لدرجة إن أنا أقول لا مش هروح، مش هتكلم، لا لا صعب صعب، أقول إيه؟ هو هقدر أقول لأبونا إن أنا عملت كذا وكذا كذا؟ يقول علي إيه؟ يقول علي إيه؟ نظرة أبونا، الواحد يتشدد كده يقول كما لو كان أبونا يعني إيه؟ معاه تليفون الحق عمل كذا، بلغ طبعا وكالات الأنباء العالمية علشان أنا بعترف، فهو أبونا لازم يبلغ يعني، أنت خايف من أبونا؟ طب إيه رأيكم في الخجل بقى؟ إنه حجة غريبة جدا من إبليس. أنا عايز أقول لكم على جزء هنقرأ سوا من حزقيال النبي في العهد القديم إصحاح 16. حزقيال إصحاح 16. الإصحاح ده بيتكلم عن المسيح في شكل رمزي، ربنا في شكل رمزي، بيتكلم عني أنا في شكل رمزي بشكل واحدة، يعني غلبانة خالص. من أول آية 8 يقول إيه بقى؟ فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. ربنا بيقول للنفس البشرية أنا براقبك وأنا بعدي عليك كل شوية، وبقول لك مش عايزة تنضفي وتتوبي وتتغسلي، مررت بك وآن الأوان. يقول لها كده إيه؟ الزمنك دلوقتي زمن الحب، ما عندكيش غير الحل ده، ما عندكيش غير الحل بتاعي. إيه هو الحل بتاعك يا رب؟ الحب. يعني إيه؟ يعني إكمني بحبك يا نفس، أنا الوحيدة اللي هنضفك، ما تستنيش حد غيري، ما ينفعش تكسفي مني وما تكسفيش من العالم، لا بالعكس، أنا الوحيد اللي بحبك محبة أمينة، وإذا زمنك زمن الحب. فبسطت ذيلي عليك، بسطت ذيلي، يعني إيه بسطت ذيلي عليك؟ الهدوم يا أولاد زمان كانت بتبقى ليها الرجالة كده يلبسوا جلابية في عباية بالبلدي كده زي الروب كده، والعباية دي بتبقى طويلة، ممكن العباية دي بالنسبة للناس البسطة ما تبقاش عباية بكمام، تبقى حتة شريحة كده عريضة جدا من القماش زي اللي كان بيلبسها المسيح بالظبط، دي بتاعة الفقراء، يكسي بيها راسه وكتافه وكده. لما يجي واحد عريان ولا غلبان الرجل يعمل ايه بقى؟ رجل الشهم الجدع يعمل ايه؟ يقوم فاتح العباية بتاعته ولافت بيها الشخص العريان ده ومدخله جوه العباية، في اللي يحصل الناس ما تشوفش عريو، ما تشوفوش، تشوف مين؟ تشوف صاحب العباية، غطاه، كفر، كفر. ودي جات منها كلمة الكفارة، الحقيقة الكفارة مش جاية من الكفر، لا من التغطية، ربنا بيغطينا، ربنا بيغطينا بإيه؟ بدمه. يقول لي كده إيه؟ بسطت ذيلي عليك، طرف هدومي من تحت. ليه طرف هدومي من تحت؟ لأن أنت كنت كمشانة في الأرض، عريانة وخزيانة، تعبانة، نفس بشرية إيه؟ وقع في الخطية في جنب الأرض. أنا مش بعملك زي الناس إن أنت تحت والناس تزق كده وتهملك، لا، ده أنا أوطي الحب عندي وغطيكي لأني بحبك، زمنك زمن الإيه؟ زمنك زمن الحب.
فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي. دخلت معك في عهد الله. وفي حد يتعاهد مع حد حقير كده واقع كده وضايع كده بناء على ايه العهد ده؟ يعني انا كنفس بشرية واقع في الخطية، فيا ميزة ايه عشان ربنا يتواضع ليا ويعمل معايا اي واجب اصلا؟ ايه الميزة فيا؟ انا اللي هينقيني يعمل معايا عهد، دي عيبة دي بصراحة. ده ينقي حد قديس اصلا، فاهمين قصدي؟ يعني الله ده لما يعمل عهد مع حد يتكلم مع حد المفروض يروح لأنبا أنطونيوس كده ولا لأنبا بولا كده، يروح لقديسين عظماء، يجي لنا الغلبان ويعمل معايا عهد وبتاع. ايه رأيكم؟ عمر واحد فينا اصلا، مش في ناس عريانة في الشارع على فكرة، في ناس كتيرة قوي غلابة ضايعين كده، تلاقي تعرفش ده جلدهم ولا هدومهم من كتر ما هي متوسخة وماشيين في الشارع. حد فيكم فكر يتكلم ويتفق ويعمل عهد مع واحد يقول له بحبك خليك معايا وما تسيبنيش؟ ربنا بيعمل كده. انا اللي خزيان وخجلان من نفسي ومن نظرات الناس ليا، المفروض اروح قدام ربنا اقول له ايه؟ انت الوحيد، الوحيد اللي جيت عبرتني، انت الوحيد اللي جيت ايه عبرتني، ما كان كنت مرمي في الارض فيش حد يلمني، انت اللي ايه غطتني، انت اللي كسيتني، انت اللي سترتني، مش بس كده. يقول فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت. حممتك بالماء خلاص نضفت، ده انا كنت ريحتي وحشة قوي، مليان خطايا، شكلي وحش، قلبي وحش، الناس تقول عليا كلام وحش، الوحيد اللي غسلني مين؟ انت يا رب. طبعا ربنا بيقول حممتك بالماء يعني مش معناه المية المادية، لا، حممتك بالماء زي المية اللي كان بيقول عليها داود النبي في مزمور 50، يقول له ايه؟ يفضل يقول له تغسلني كثيرا من اسمي، يقول له كمان تغسلني ايه؟ فابيض اكتر من التلج. المية دي مية، مية ايه؟ مية الاعتراف. ده اللي سر الاعتراف احنا بنتكلم عليه. تخيل واحد مكسوف، تخيل واحد مكسوف من الدكتور لكن مش مكسوف من العيانين، ايه ده؟ دايما دي عمرها ما تحصل. معقول انت تمشي في الشارع كاشف عريك قدام المرضى لكن لما تيجي قدام الدكتور تقول له لا؟ لا ليه؟ خلي بالكوا ابليس عايزنا نعمل كده، ابليس عايزنا نكتم الخطيه لحد ما منقولهاش، تفضل الخطيه تكبر 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 لحد تغلبني وياس. لا، ده انا هروح واغزي ابليس واغلبه واقول له انا هفضح اعمالك فيا واتغسل النهارده، النهارده يوم الغسيل، هقول له كده انا رايح افرح رايح اتغسل. اللي يجي يكسف بقى ويقول لا اصل ابونا ومش ابونا، يا حبيبي انت مش فاهم بقى، انت دلوقتي عريان، ده انت لما تروح هناك هتتكسي، ده انت لما تعترف ربنا هيغطيك. مكسوف؟ ده انت يا ريتك كنت مكسوف بجد، ده انت لو مكسوف بجد كنت زمانك من زمان خالص رحت لابونا، ده لو مكسوف بجد. صحيح الخجل كويس، الخجل ده معناه بداية توبة على فكرة، الخجل ده مرحلة حلوة، لان سوري انا اسف لو ما عنديش خجل ببقى بجح كده وعمل الخطية عادي يعني ورايح بقول لابونا عادي انا عملت كده، دي مش توبة. اللي خجلان معناه انه بادي التوبة، لكن ما تسيبش الخجل يغلبك، ما تسيبش الخجل ايه يغلبك، بالعكس انت اللي تغلبه، روح قدام ابونا وقول له يا ابونا عايز اقول لك عملت كذا 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 كذا، خلاص خلصت. صدقوني صدقوني الاباء الكهنه بيشوفوا تائبين عظماء جدا جدا، لدرجه ان الاب الكاهن نفسه بيتمنى يتوب زيه،
كنت انت خجلان وخايف لحسن ربنا يظن فيك يا حبيبي، ده بيظن فيك انك قديس. طالما جيت عنده وبتعترف يبقى انت ايه؟ قديس. ابونا بيبقى فرحان بيك لانك جاي كاشف قلبك، مش بعايرك ولا خالص، هيعرق ليك. ما هو نفسه بيعترف هو غلبان هو راخر، ابونا نفسه ايه؟ غلبان. ما تسيبش الخجل يغلبك. معايا شباب؟ طيب اقول فكرة جديدة ولا تقولوا لي مشاكل جديدة في الاعتراف؟ ها حد يجيله فكرة كده حاجة تمنعه الاعتراف؟ طيب اقولك انا، ولما يجي حد في باله فكرة تفضل يا امير. اوكي حلو خلص. امير بيقول لنا ممكن ما اروحش اعترف لان الخجل مش من ان انا عامل خطية صعبة، لا لان ابونا ده ما يعرفه، يعني يعرفني يعرف بابا وماما. يعني ممكن كده هو بيدردش مع بابا عادي يعني كده، قال ازاي الواد فلان هو بطل كذا ولا لسه؟ لسه الواد ده بيعمل الشقاوة دي؟ طبعا بابا يبقى كده عارف، طبعا يبقى انا حويط. ها حويط ما راحش لابونا؟ لا الا ده. ما هو برضو ابليس اصليا بيستسكى علينا شويه. حبيبي ابونا نفسه بيعترف، بقول لك كده ابونا نفسه بيعترف. مش معنى ان ابوه الاب والام والولاد بيعترفوا مع ابونا يبقى الدنيا منفذه على بعض، هو بيقول ده وبيقول دي وبيقول لا يابا، مفيش كلام من عندنا كده. لان اللي بيطلع سر الاعتراف لاي حد سواء الاب او ام بيقع تحت حرمان الكنيسه. تعرفين كده؟ ابونا اللي ممكن يفضح اعتراف اي شخص حتى وان كان لاب او ام يحرم من الكهنوت قفل الشر، شر بره وبعيد. فيا حبيبي يعني ايه الميزه ان انا يعني هضحي بالكهنوت عشان خاطر اقول لبابا؟ يعني هيديني ايه بابا؟ يعني هيديني هراخ الكهنوت اعلى شويه مثلا من الكهنوت بتاع الكنيسه؟ يا اخي متخافش روح. طب لو مكسوف خالص بقى يا معلش نقل خطيه انت خلاص يعني واقفه في زورك، روح قالها لابونا تاني انت ما تعرفوش يابا، ابونا قلت كذا 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 خلاص خلص خلاص. على فكره ولاد في ميزه حلوه قوي، عايز اقول بقى يلا تعرفين ابونا وهو بيلف بالشريه في الكنيسه بيلف ليه؟ ليه بمسك الشريه بفضل اطوح يمين وشمال ولا حد معبرني، انا بلف لوحدي؟ ها ليه بعمل كده يا اولاد؟ ها بشممكم ريحه مثلا؟ حابب تشوفوا البخور الجديد اللي جايبينه مثلا؟ ها ليه؟ ايوه المفروض ابونا بيلم الاعترافات مش الورق، انسى ما تديش ورق. ياك حد يشوفني يديني ورق في الكنيسه بقوله لا، قول لي في ودني ابونا عملت كذا، قتلت 15 واحد مش مشكلة، قول لي قتلت 15 عادي، مش عادي كل الناس بتقتل عادي اهو. ما تتكسفش انا مش قصدي حاجة، انا بقول لك يعني ايه، قول لي أي جريمة ما تخافش، أنا مش مركز معاك، أنا مركز في إن أنا هاخد اعترافك وأدخل قدام المذبح أقول له يا الله الذي غفر خطية اللص اليمين اغفر خطايا الشعب. صح؟ اللص اليمين قال إيه؟ اذكرنا يا رب ما تجدد. المسيح قال له ايه بقى في لحظتها؟ قال له انت كن معي في الفردوس. شوفوا الاعتراف السريع نفس الحكايه، انت بتعدي قدام ابونا في هو ابونا بيعدي قدامك تقول يا ابونا عملت كذا ويا ابن الله يحلك، خلاص خلصت. زي المين؟ زي اللص اليمين. افرح بالفرصه واستغلها. انا مش بقول لك معلومه عشان بس كده يعني تبقى مبسوط، لا يا حبيبي اشتغل بيها. اللي بس الجاي يعمل كده مزنوق مش عايز تقول لابونا عشان يعرف بابا، قولها له هو بيلف بالشر لكش دعوة، أنا اللي بقول لك. لكن عشان تقول هيش خالص خالص، لا الشيطان كده غلبني وربطني، ما ينفعش. مشكلة كمان يا ولاد هي مشكلة الإحباط. أنا بدخل قدام الاعتراف قبل الاعتراف أنا عارف هطلع من الاعتراف أعمل أنيل من اللي كنت بعمله. أنا كل ما في ناس بتقول لي يا أبونا كل ما بصلي بشتم اكتر، بالك لو اعترفت؟ يا سلام على المنطق،
شوف بقى التحليل الفيزيائي. ايه يا ابني ده؟ يعني انت كل ما بتقرب من ربنا بتزداد في الخطيه، جميل يقول لك كده انا عارف. مين اللي عرفك؟ هو واضح الشيطان بيقول لك كده. طب ليه؟ عشان يحبطك، يقول لك مفيش فايده، هتعيش وتموت كده. طب قول لي، الشيطان يحاور معاك. طب قول لي، فاكر كم مره قلت الخطيه دي؟ ما انا انت قد كده بتروح لابون وانت بالشرط، كنت بتقولها له وانت بالشرط. لحد دلوقتي انتصرت على الخطيه؟ وانا اقول له لا، اللي شفت يقول له عندك حق، وصدق ان انا ايه؟ هضيع. لا، بص بقى في ميخا 7، سفر ميخا 7 آية مشهورة، ها؟ لا تشمتي بي يا خطيتي، قصدي يا عدوتي، لأني إيه؟ إن سقطت أقوم. قولوا معايا الآية دي، لا تشمتي بي يا عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تاني، لا تشمتي. طب إيه رأيكم لو عوكت الآية لفت؟ لو لفت الآية، خد بالكم، لا تشمتي بي عدواتي لاني ان قمت ساسقط. ايه رايكم في الايه كده؟ ماشي جدا. ليه؟ دي احباط. طب ما انت بتقول لنفسك كده، مش انت بتقول لك لو رحت، ما تقول لنفسك لو رحت لابونا هقع تاني، يعني اذا قمت ايه؟ هسقط. لا، انت مصدق نفسك؟ اذا كنت انت رافض الايه تبقى كده، ليه بتعملها؟ حبيبي صدق الصح، صدق ان انت اذا وقعت يبقى ايه؟ هتقوم. طب حتى لو وقعت مليون مرة هتقوم مليون واحد. تسيبش نفسك، الشيطان موجود، المسيح موجود عشان يغلب الشيطان اللي فيك، يغلب حرب ابليس اللي فيك، ياخد ضعفك يحوله الى قوة، ياخد عريك يحوله الى مجد. طب وقعت 20 سنة، احد الاباء، قصة مشهورة ان احد الاباء للدسين وقع في خطايا معينه في حرب شديده من ابليس لمده 20 سنة ورا بعض. فالشيطان بقى بتاع الاحباط اياه بيروح له بيقول له ايه؟ بص، بيقول لك 20 سنة مش عارف تبطل الخطايا. قال له بقى لي 20 سنة بضربك بمرزبه، اللي هي ايه؟ التوبه، الاعتراف. ولسه كمان هو قال له انت لسه فيك نفس تحاربني. الشيطان بيقول له انت لسه فيك نفس، طب مش جاي لك تاني؟ زهق، بقاله 20 سنة بيتوب من الخطية، الشيطان سابه بقى. فهمتوا قصدي؟ مين اللي فضل للنفس الأخير؟ هو الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. اللي يفضل يستمر في التوبة، في التوبة حتى لو وقع كتير، هو ده اللي ياخد النصر. أحد الآباء للديسين يقول إيه؟ خير لنا أن نحيا في الجهاد، سوري، أن نموت في الجهاد من أن نحيا في السقوط. تاني، خير لنا أن نحيا إيه؟ في الجهاد، يعني أقوم أو مقع، من أن أموت في السقوط. لا، حاول تقوم لحد آخر نفس في عمرك، هتلاقي ربنا فتح لك حضنه. لكن دلوقتي تحبط فتقول لا مش هعترف. لا يا حبيبي، لا، دي حرب من إبليس. روح حتى لو بتقول نفس الخطية مليون مرة. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انا بعتبر ان الاعتراف، ودي النقطة اللي جاية، هي اخر المطاف، اخر خطوة عملنا الاعتراف، فبحبط خالص. اخر خطوة دايما بيبقى بعديها كمان ايه؟ خطوة السكوت. لا، دي مش اخر الاعتراف يا اولاد، مش اخر خطوة الاعتراف، اول خطوة، بداية الطريق مع ربنا ايه؟ الاعتراف. لكن انت بعد كده وراك شغل، وراك جهات هتعمله، هتخرج من عند ابونا، هتدرب نفسك ازاي ما اقعش، وازاي اجاهد، وازاي ادخل للعمق. طب النهارده الشيطان ضحك عليا، قعد مع نفسي بالليل ضحك عليا، ليه الشيطان؟ ليه عملت كذا؟ الاقي في نقطه ضعف اظبطها بكره، وهكذا كل يوم ورا يوم، كل يوم ورا يوم. موضوع ان انت رحت لابونا مش معناه ان انت خلاص هتريح، لا بالعكس، ده انت هتبتدي الجهاد. هتبتدي ايه؟ تبتدي الجهاد. اياك تحبط ان بعد اما رحت تعترف وقعت، لا، دي حاجة طبيعية، ربنا يعرف ضعف البشرية ونقصها، هو
احنا بنصلي كده في الجنازة بنقول يا رب انت تعرف ضعف البشرية ونقصها. نقول له كده انت عارف ضعفي. ماشي احنا كده اتكلمنا عن حد افتكر. ياه اسم السليم الذاكرة زي الفل جميل. ها الخجل اخر واحدة دي الخجل اللي قبلها. عايز تسأل؟ طب ماشي اتفضل. اوكي رائع. اي صح. اسمك ايه؟ انطونيوس. انطونيوس بيقول لنا مشكله. بيقول لنا انا بروح اعترف ربنا مش بيقول لي حاجه. الله طب انت كده يعني هتستفيد ازاي من الاعتراف؟ ربنا مش بينطق يعني انت بتتكلم وهو سميع. الله ايه يعني؟ ايه رايكم في الموضوع ده؟ بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل. لا ابونا بيعمل كده قدامه مش قدام. انا ابن سعد معلش انا اسف سوري. مش عارف الاباء دول. اتفضل يا حبيبي. تزن انت بقى ما تسيبوش وراه لحد ما ينطق. برافو عليك. لا بص يا اولاد بقى انا عايز اقول لكم الموضوع. شوف يا اولاد الاعتراف نتيجة التوبة. انت بتكب الخطية على المسيح بغض النظر ابونا تكلم او ما تكلمش الخطية تكون اتغفرت. تاني بغض النظر ابونا تكلم او ما تكلمش الخطية ايه تتغفر. انت عايز ابونا يتكلم معك؟ ايوه. ليه؟ عشان عايزه في ارشاد روحي صحيح. بس لو ابونا شايف ان الخطية اللي انت بتقولها دي مش محتاجة كتر كلام هيفضل ساكت. لكن لو حس ان في اللحظة دي مهم جدا يقول لك كلمة خلي بالك هيقولها لك. لكن لو ما قالكش ما تزعلش. ليه؟ انت كده كده واخد غفران. عايزه في ارشاد في قصص تانية قول له ابونا عايز احكي معاك شوية. يقول لك خلاص يا حبيبي اليوم الفلاني الساعة الفلانية تعالى انا هبقى فاضي ومستنيك. لكن ممكن في وقت الاعتراف طلبي للارشاد ما يكونش متاح عشان الوقت. اقولكم على حاجه. عندي واحد اول ما جالي وتعرف بيا في اول اعتراف قال لي جمله كده غريبه. هو قاعد طبعا في وسط الاعترافات بيحسب كل واحد قبليه اخد وقت قد ايه. ففي ناس بتطول في ناس بت ايه. فاللي بص ابونا انا مش عايز ابو بسرعه ده. لا عايزك بالراحة كده. ها متكروتنيش. ماشي قعدت. بص يا ابونا عندي مشكلة. ايه يا حبيبي؟ اعمل ايه في حياتي؟ قول يا حبيبي المشكلة. قال لا ما انا قلت اعمل ايه. يعني ايه تعمل ايه في حياتك؟ ايه الفضاء اللي انت يعني انا تهت يعني. قول لي حاجة رد. لا يا ابونا ما انت لازم بقى تقول لي يعني اعمل ايه مع اصحابي؟ يعني اقول ايه ولا ايه بقى؟ يعني طب هو ينفع لو انا رديت عليه وقعدت فتحت في كل حاجة ينفع؟ لا الحقيقة. بس هو مستني ايه؟ مستني ارشاد. لكن هل هو جاي باعتراف؟ لا الحقيقة ولسه مفكرش في الاعتراف. هو جاي نفسه يتمتع انه بيتكلم مع ابونا وابونا بيتكلم معه. اوكي؟ تعالى بقى في وقت تاني. لما انت النهاردة تعالى لأبونا وقول له عملت كذا 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 وبس. لو محتاج بقى رأيه ضروري لح عليه. ايوه. ولكن قول لأبونا انا مستني اسمع صوت ربنا على لسانك. مش قصدي اروح شمين ولا شمال ولا تختار لي كلية ايه ولا سافر ولا ما سافرش. لا انا هقول له انا بقع في الخطية دي ومستني ارشادك عشان محتاج اعمل ايه. فاهمين قصدي؟ لكن مش هفتح المواضيع العايمه اللي هي المموهه دي المفتوحه قوي واقول له اصل ابونا لازم يرد. لا مش هينفع رد. فاهم قصدي؟ كل واحد فينا بقى عنده حاجات من النوع ده اللي هي ايه ال- 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 المفتوحه. ركز بقى في الاعتراف من هنا وراي. ركز.
من ضمن الحاجات اللي فيها مشاكل مش بس التبرير والخجل والاحباط، لا انا هكلم على فكره خلي بالكم منها كويس قوي دي، لان احنا في السن بتاعنا بتواجه. احنا ساعات بنحكم المشاعر ونحكم بيها على الاعتراف، عشان كده ممكن في وقت من الاوقات ما نعترفش. ازاي؟ رحت لابونا وخرجت مش مبسوط. ايه مش مبسوط يعني؟ لا المره اللي قبلها كنت مبسوط، يبقى المره دي ايه؟ يبقى ما اعترفتش كويس. وتاخد مشاعرك الاتجاه بتاع ان الاعتراف دلوقتي ما بقاش لطيف، او ابونا ده مش حاسس من ناحيته انه ينفع يكون ايه ابونا اب اعترافي، ويدخل الشك ان انت ما تغيره. تسال واحد سواء عندي ابونا في فين؟ حلايب، يلا نروح حلايب نعترف. انا بهزر عشان بس يعني، انا قصدي حته بعيده يعني، عشان تفضل تدور 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 لان انت محكم المشاعر مش محاكم الايمان. مش محاكم الإيمان. انت المفروض يكون عندي ايمان كل ما اعترف ربنا يغفر، حتى لو حاسس حاليا ان انا مبسوط او مش مبسوط. ممكن احساسي بالانبساط او مش الانبساط يكون معتمد على حاجات تانية مش على الاعتراف. سامحوني، احنا ساعات كده لما ربنا يضحك معانا ولا مش عارف نخرج مبسوطين، لكن ده برضه مش معيار، مش معيار خالص. لكم على حاجة يا ولاد، كان عندنا أب كاهن اتنيح، أب كاهن قديس خالص، اسمه أبونا انجيلوس، كان في كنيسة عندنا اسمه أبونا انجيلوس ميخائيل. أبونا ده كان طيب خالص وترسم وسنه كبير، كان حنين حنية. لما يقعد قدام واحد أبونا يفضل باصص في الأرض ويبكي، وخصوصا لو الاعتراف بقى جديد وحاسس إن ابنه ده واقع في خطايا ومحتاج توبه، فيبتدي التوبه من لحظه الاعتراف. ابونا اللي يبتدي التوبه، هو اللي يصلي له، ويفضل ابونا ايه يبكي يبكي يبكي، ما بيتكلمش. ابونا ده لطيف خالص، حبوب خالص، فاهمين ازاي؟ فممكن تخرج قدام ابونا متضايق ليه ما كلمكش وما بصش في وشك وقعد يعيط. لكن لو بالايمان بقى تقول اشكرك يا رب ان خليت ابونا يصلي عشاني، اشكرك لان انت اديتني الغفران من فم كاهن قديس زي ده. فلازم ما نحكمش المشاعر، نحكم الايمان. نحكم الايه؟ الايمان. يقول لك اصل انا بص، تروح تعترف عند ابونا فلان ولا ابونا فلان؟ لا ابونا فلان طبعا. ليه؟ ابونا فلان. طب هل انت كده بتحكم ايه؟ ايمانك؟ هل الكهنوت بيفرق؟ هل الحل والغفران بيفرق؟ لا بيفرقش، بس انت عايز تنبسط، فاياك تحكم مشاعرك في الاعتراف، حكم ايمانك، حكم ايمانك في الاعتراف. كمان في مشكلة تانية شباب بنلاقيها، ان ساعات في الاعتراف انا اللي بتكلم وبسمع نفسي مش بسمع كلمة من ابونا. دي العكس يعني، انتوا كنتوا منكم بيسأل ابونا مش بيقول لي، لا ده ساعات بيكون ابونا عمال يقول وانا اللي مش عايز اسمع. يا ابني حبيبي خلي بالك الموضوع، لا لا ابونا بس انت انا عايز افهمك. ايه يا حبيبي؟ كذا كذا كذا. طب وبعدين يعني انت اللي عايز تفهم؟ اصل انت مش فاهم. ماشي يا حبيبي خد على قد عقلي، ها عايز ايه؟ ها اصل الموضوع اصله كذا، لو ده كذا اتحل. يعني انت اللي بتدي نفسك الوصفه. واحد راح الدكتور يقول له بص يا دكتور لو كتبت لي الدواء غير كذا 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 طبعا ما تفهمش. طبعا الواحد اللي بيقول كده في الاعتراف اللي هو حاكم حكم مسبق على قلبه وبيقيسه مش بربنا، او مش مستني من ربنا كلمته. كلمة الفهم بالانجليزي يعني ايه؟ حد يعرف؟ understand. understand هي كلمتين ولا كلمة؟ كلمة واحدة بس هي عبارة عن نصين، under تحت stand. يعني انت عشان تفهم لازم تستنى وتتبع علشان اللي فوق ينزلك يديلك. انا عايز قدام ربنا اسمع صوته، فايه اللي هيحصل؟
انا مش هتعالى واقول له انا اللي فاهم، لا انا اللي تحت يا رب اديني، ها انا اللي تحت انا مستني منك يا رب اديني. يونان النبي اللي بنحكي عنه النهارده عمل الحته دي بالظبط. ربنا بيقول له ايه؟ ها ارسلت يونان يروح فين؟ نينوى. نينوى دي ايه؟ يهود ولا امم؟ ها هذا انت شفتها ها امم. يعني المفروض في نبي يروح لهم ويبشرهم، اليهود يقولوا لا. على فكره اليهود ما يحبوش ابدا ابدا لا يبشروا الامم ولا حتى يترجموا الكتاب المقدس العهد القديم للامم. عندهم عزه نفس كده، حاسين ان هم ايه يعني احنا اهل شعب الله المختار، ما فيش حد غيرنا لحد دلوقتي. فوقتها يونان كان عنده العنجهيه دي، الاحساس ان هو اليهودي ما يروحش الامم. انا اروح لامم ليه؟ صحش. فربنا بيقول لا روح لامم، فوقف قدام ربنا يقول له لا. الله انت بتقول ربنا لا؟ انت فاهم انت بتعمل ايه يا يونان؟ ربنا بيقول له في مره كده بيقول له هل اختصت بالصواب يا يونان؟ قال له نعم اختصت بالصواب. يعني ربنا بالبلد بيقول له انت هو انت عندك حق تزعل؟ يقول له ايوه عندي حق. شوف بقى يعني هو طبعا مش بيقول كده يعني زي ما تقول جبروت، لا بيقول كده لان هو عارف بيحب ربنا خالص، متعود على الداله دي. فربنا بيعامله زي الطفل اللي ممكن حتى ايه يعني يعلي صوته على ابوه، بس ابوه سامح له انه عارف ان ابنه بيحبه. فهو يونان كده يعني. لكن يونان في وقت من الاوقات ما كانش عايز يفهم ربنا، كانش عايز يفهم ربنا. ربنا بيقول لي اعترف بغلطك، انت غلطان. يقول له لا مش غلطان، انا عايز افهمك يا رب. عشان كده برضو النهاردة اقول لك اياك في الاعتراف تروح عشان خاطر تقنع ابونا بمبدأك. لا ساعات في واحد يجي يقول لي ابونا انا كذا مرتبط والارتباط كذا كذا، اقول له يا ابني الارتباط ده مش كويس. مثلا الارتباط ده ايه مش كويس؟ يعتبر انه ايه؟ ابونا مش فاهمني. هم كده الارثوذكس. يفضل بقى الواحد يجيب في زمان انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا ليه معقدين كده؟ يا فجأة كده حضرتك كشفت على كل الارثوذكس وانا خدتني الموديل بتاع الضايعين الارثوذكس يعني. انت ابني جاي تعترف ولا جاي تعمل ايه؟ انت بتسألني. خلي بالك انا قلت لك ودمك على راسك براحتك. فهم قصدي؟ يعني مش مشكلة ان انا اقنع ابونا بمبدئي ابدا. ابونا اقتنع ولا ما اقتنعش مش هيغير فيا، المهم انا اللي اقتنع بربنا عايز يقول لي ايه. عشان كده روح في الاعتراف وقول له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ هستنى صوتك، مش هسيبك ولن اتركك ان لم ايه ان لم تباركني. هروح قدام ابونا واخضع واقول له يا رب اتكلم على فمه. مش دعوة ابونا ده مين، بس اتكلم على ايه؟ اتكلم على فم. من ضمن المشاكل كمان يا ولاد في الـ في الـ في الاعتراف، معلش سامحوني اتكلمت كتير، اللي يزهق يرفع ايده قدامنا ثلاث ساعات ما تخافوش، ناموا الان واستريحوا. من ضمن الحاجات اللي هي استعجال التغيير. يعني ايه؟ انا عايز بعد ما اروح لابونا فجأة كده تاني مرة اقول انا خلصت كل حاجة، خلصت شتيمة وكذب وحلفان، انا بقى ايه جاي لك حلو. فيروح تاني مرة عنده مشكلة ايه؟ نفس الخطايا هي هي. ايه يا ابونا؟ ايه يا ابني؟ فيه ايه يا ابونا؟ ما انا جيت لك قبل كده. يعني ايه يا ابني جيت لك؟ مرة واحدة قابلتني في شارع طمنباي بصوت الحياني بقى الكبير الواسع كده قدام باب الكنيسة قدام المستشفى كده في الطلق في الهواء الطلق، بتقول لي ايه؟ يا ابونا جبت لك ابني اعترف. اهلا. وزي ما هو، ها زي ما هو ما تغيرش. هي يعني مشكلة فيا، يعني مشكلة ايه؟ مشكلة فيا. طب هي عايزة ايه؟ هي عايزة ودت ابنها عند ابونا الواد يرجع قديس خلاص كده بالسلفانة بتاعته، ولو ينفع يحط شط حنوط ويرجع من الكنيسه ريحته حنوط.
فجأة أنا عايز أخلص. لا مش تنفع. إحنا مش بنروح للاعتراف دوست زرار ترك منورتش يبقى بايظة. لا الاعتراف مش كده. الاعتراف ده أولاد جهاد وتدريج وعمق. طب أقول لكم على حاجة، أشهر تائب في الرهبان مين؟ موسى الأسود صح؟ حلو قوي. إيه رأيكم إن الأنبا موسى الأسود في أحد الأيام قعد يعد رحلة أبوه وأب اعترافه كم مرة؟ لا 11 مرة في يوم واحد. إياك حد يعمل كده معايا، أنا بقول لك هفطس. الله يخليك، بلاش تقول لي أنت قلت لي أنبا موسى، أنا مش قده أنبا موسى، دي بس للمعلومات فقط. بص بقى، لو كان هو مستعجل يخلص بسرعة كان ساب الرهبان وساب المسيحية وقال لك يابا مش نافعة ده بعد. والملك يمسح الشاي بتاع السودة، فاكرين القصة بتاعت الاعتراف بتاعه؟ اعترف جهرا، اعترف جهرا، وقف قدام الرهبان كلهم بيقول قتلت وزنيت وذبحت وعملت. ايه الجبروت ده؟ واحد زي كده بقى، واحد زي كده بعد الاعتراف باشا، فيش الهوى، فيش مفيش خطيه، لا فكر ولا مشاء ولا حاجه. لا بقى تاني وتالت ورابع، بس كمانه عارف ان سكه الاعتراف دي محتاجه جهاد وطول بال. كان مواظب وراح لاب اعتراف كتير، واب اعتراف ياخده بالراحه يقول له حاضر حبيبي معلش، روح تاني وجاهد تاني وجاهد تاني وجاهد تاني، وسمع الكلام وانتصر. بقى اسمه انبا موسى الاسود القوي. يقول لك القوي القديس انبا موسى، القوي القديس انبا موسى، يعني قوي مش عضلاته يعني، ها قوي في طوبته. طب لو انا مستعجل مش هتنفع القصه دي. واحد راح للصيدليه يسال حد، هنا صيدليه اولاد حد كليه صيدله؟ بركه عظيم حلو خالص، قولوا لنا على دواء خارق نووي يا اولاد يجيب كل التاثير من اول كبسوله، ها الا اذا موته، يعني الدواء ده موت فبقى مرحوم يبقى خف. طبعا سيبك انت من الفكره دي، لكن انا بتكلم على دواء يجيب من اول مره، ما ينفعش. ده يقول لك لازم تاخده باستمرار لمده مش عارف كام يوم عشان يبان اول تاثير، وانت تقول حاضر، تسمع الكلام واستشاره بعد 15 يوم حاضر، واشعته تحليل بعد 6 شهور حاضر، وطول بالك وعلاج طبيعي حاضر، اشمعنى بقى مع ربنا؟ مش بتقول حاضر، روح قدام ربنا قول له حاضر اطول بالي واعترف، وتاني وتالت ورابع وخامس، لحد ما ايه؟ لحد ما بطل. تستعجلش، انا مش قصدي ابرد بقى واقعد بقى في البراح بقى بعمل خطيه براحتي، ما هي العمليه مطوله اصلا. لا اقوم الان، ها اقوم الان وارجع الى ابي واقول له ايه؟ اخطات يا ابتا في السماء وكده. هل الابن الضال بعد ما رجع، سؤال يعني فكروا فيها مش عايز اجابه، هل الابن الضال بعد ما رجع ما غلطش تاني؟ اكيد ما مش بني ادم برضو بيغلط، ولكنه عارف السكه، كل ما يغلط يروح يقول له اخطات يا بتات سامحني، سامحتك يا حبيبي خلاص عرفت القصه. انا مش قصدي استهانه ابدا، انا قصدي ايه؟ مع حرصي لو وقعت تستعجلش هتقوم في يوم من الايام. بص يا اولاد، لو حد يعني يحب يقوم ويتنطع علشان يعني ما فيش مشاكل، يعني المهم اياك تنام، يعني ما تنامش يعني، اتفضلي. انت ايه المانع؟ ادي لابونا ورقه في ايده، قول له لابونا افتحها ما تكلمنيش فيها، بس كده. مكسوف ادي له ورقه، مكسوف ان يقرا الورقه قدامك قول له اقراها بعد ما امشي، هيكون اكتر من كده اظن اوبشن عالي بقى، يعني دي حاجه كده ما حصلتش وعليها ديسكاونت. ادي الورق لابونا، بس بلاش الله يخليك تكتب بخط منم مفسفس بالقلم الرصاص الفاتح الخفيف، عشان عندي العمليه ما تتعمل. يعني ايه؟ يعني رأفة بحالنا كلمتين في السريع، بلاش القصة الطويلة وانام منك. انا في ناس دايما كانت بتجيب لي كراسة كده، ربنا اقعد اتسلى بقى في الشوية دول قبل ما اجي لك الشهر الجاي.
صدقوني ماما فلاس كده جاب يجيب لي كراسه ويقعدوا بقى يمخمخوا مع نفسهم وانا قاعد بقى قدام الكراريس بصحح الكراريس. في ناس عارفه الاعتراف حلو خالص دي تقول كلمه. اقول لكم على حاجه، الابن الضال راح قال ايه لابوه؟ اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك. بعد كده قال له لست مستحقا ان ادعي، لكن قال له شتمت قلت يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ما قالوش. اصل عملت كذا، ما قالوش. انا مش قصدي ان انت تطنش قدام ابونا وتقول له اخطات يا ابونا، لا، قول الاعتراف بس بدون ايه؟ تطويل. اوكي، في حاجه كمان، مشكله كمان بتمنع الاعتراف اولاد، هي الهروب. اللي هي ايه؟ اللي هي الهروب. الهروب من ايه؟ يعني ما روحش الاعتراف عشان بهرب. الحقيقه اللي بيهرب دايما من الاعتراف غالبا بيكون عنده ملامه لنفسه ازيد من احتماله. ولا تاني، واحد بيجلد نفسه اكتر من احتماله، فيستحملش ينهار، فهو خايف ان ينهار فبيهرب من ربنا، بيهرب من ربنا. زي واحد بالظبط يا اولاد، واحد عنده دم صعب خالص خالص، يعني وجعه جدا مش مستحمل عليه اللمس، اقول له روح للدكتور يفتحه لك، يفتحه لا استحملش، خليه كده خليه كده. مره واحده، معلش انا اسف، هو حاجه بره الموضوع، مره واحده كانت بتعترف معايا، جت عند الولاده ومش عايزه تولد، انا خايفه من وجع الولاد، فقعدت ساعتين يا ولاد اقنعها، يا بنت الحلال يا ولاد اللي ادخلي قدام الدكتور، صدقوني كانت هتموت، مش عايز تدخل اوضه العمليات خايفه من ايه. ساعات الواحد بيعمل كده في الحياه الروحيه، ما يروحش قدام ربنا خالص، انت توجعني، انا عارفك يا رب، هتقول لي امتنع عن 1 2 3 4، انا مش ما عنديش الاستعداد ان انا اعمل كده دلوقتي، لا لا بلاش اعترف، ده انا كل حياتي كده، ده انا معتمد في حياتي على اصحابي، انا عارف ابونا هقول لي سيب اصحابك دول، لا مش مستعد، اهرب بقى، مش اهرب من اصحابي، لا اهرب من ابونا، عشان اسكت الصوت بتاع ايه؟ بتاع ضميري، اسكت الصوت، اهرب من صوت الداخلي. عشان كده ربنا يقول لي لا خلي بالك، عارفين في مزمور جميل خالص يقول ايه؟ لأين اهرب من وجهك يا رب؟ والى اين اذهب؟ داود النبي يكتب يقول انا عارفك ورايا، روحك القدوس طول الوقت يبكت على كل خطية، زي ما يقول المسيح، الروح القدس يبكت على ايه؟ على كل خطية. لو هربت من ابونا طب هتهرب من الروح القدس؟ احسن لك بقى ما تهربش، روح حط في بالك هعترف عشان انضف، عشان تغير الان دلوقتي قبل ما اموت. ربنا يديكم كلكم طولة العمر، لكن خلي بالك يا اولاد، اشطر واحد واذكى واحد اللي بيعمل حساب لحظة الوفاة، بجد يعني اشطر واحد اللي بيعمل حساب اللحظة دي من هو صغير عشان يكون مستعد، اشطر واحد اذكى واحد. مشكلة كمان يا اولاد بتمنعنا الاعتراف هي ان انت مش مصدق الفيلم بقى كله على بعضه بقى، ها؟ يعني ايه؟ يجي الشيطان في ودانك كده يهول لك الموضوع، هو انت صدقت ابونا لو حط ايده عليك كده ومش عارف ايه وبتاع ونفخ في وشك خلاص؟ يعني باشا كده انت كده خدت غفران صحيح؟ طب اديني اماره، تشكيك تشكيك تشكيك، فانا اقعد في بالي كده ايه، قاعد قدام ابونا وصوت التشكيك في وداني، هو انت ابونا؟ هو في كهنوت اصلا؟ بلاش، هو في غفران؟ هو يكونش انت بتقول كلمة انت حافظها وخلاص يا ابونا؟ واخدين بالكم؟ ايه بقى رأيكم في الموضوع ده؟ اسمع الصوت ده؟ اسمع؟ اهرب من الصوت ده، قول له لا انا واثق يا رب ان كلمتك ما تنزلش الارض. يعني ايه؟ لما تقول ان اعترفنا بخطايانا، عارفين الايه دي؟ يلا نكمل، يلا، ان اعترفنا بخطايانا فهو
أمين وعادل، أيوة، حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أمين وعادل، ربنا يعني مش هيكون أمين وعادل قدامك ليه؟ لا بالعكس، إياك تشكك نفسك إن ربنا بيغفر. يجي واحد بعد الاعتراف ما يخلص يجي تاني في الاعتراف اللي بعد يقول له يا ابونا هو صحيح اللي أنا قلت المرة اللي فاتت تتغفر؟ أي حبيبة تغفر. خلي بالك ابونا أنا ما قلت شوية تفاصيل، ممكن أقولها تاني؟ لا مش ممكن تقولها تاني. يقول ان ضميري وجعني، لا لازم احكي لك. لا يا حبيبي ما تحكيليش، الشيطان بيحاربك يا ابني بايه؟ بالتشكيك. ما تصدقش ان ما حصلش غفران، بالعكس ده انت تهرب من تذكار الشر الملبس للموت. عارفين احنا بنصلي كده في صلاه الصلح، بنقول رب نجينا من ايه؟ من تذكار الشر الملبس الموت. مش عايز افتكر الخطيه تاني يا اولاد. بعد ما الواحد بيعمل استئصال ورم الدكتور بيرميه، بتحتفظ بيه؟ تحتفظ بهذا الورم؟ تحط قدامك كده كل شويه تفتح تشقر عليه بعد كده تدخله تاني؟ ايه ده؟ لا ده الورم ده مكانه ايه؟ مكانه الزباله، يترمي خلاص. اتفضلي. كل فكرة هيحاربني بيها الشيطان لازم ابقى جاهز بفكرة قصادها. مش مجهز اقولك على طريقة سهلة خالص للمبتدئين كله بما فيكم انا. كل ما تجيلك فكرة مش عارف ترد عليها اقول بس يا رب يسوع المسيح ايه ارحمني، مالكش دعوة. عيدها تاني تالت رابع. الشيطان بس بيهرب من اسم ربنا، يقولك لان اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ايه وتمنى. اتحمى بس في اسم ربنا، قوله في عرضك يا رب الشيطان بيحاربني، مش عارف ارد يا رب يسوع المسيح ايه، يا رب يسوع المسيح ارحمني. افضل يصلي لحد ما تلاقي الفكره دي انتهت ومشيت، الشيطان يرجع تاني فكره جديده لانه اتغلب في الاولانيه. انت بقى تدي له طبق الاصل العلقه اللي فاتت، يا رب يسوع المسيح ارحمني، وراه لحد ما يهرب. وراء الحد ايه؟ وراء الحد ما يهرب. ساعات يا اولاد اللي بيمنعني عن الاعتراف اقول ازاي دي؟ ان انا رحت اعترف. بس اللي رحت اعترف بمنطق معين فدي بقت مصيبه منعتني عن الاعتراف بعد كده. اقول لكم ازاي. واحد يروح للاعتراف علشان يرضي ضميره، لانه حاسس بايه؟ حاسس انه وحش ومش عايز يرجع لربنا اكتر، ما عايز يحس بايه؟ ان هو عمل اللي عليه. يعني ايه؟ بوظت حاجه وصلحتها تاني. زي مين يفتكر؟ بخمسة جنيه. يلا خمسة جنيه. دايما بتزني انا ما لقيش فكه في جيبي، دايما مسناهد. ده بصي انت اعملي حسابك كل يوم خميس يعني. الله يسترك. السؤال، مين راح يعترف بخطيته في الكتاب المقدس؟ مش عشان يرجع لربنا، ولكنه عشان يرضي ضميره خلاص، يبقى عمل اللي عليه، بوظ الحاجه ورجعها تاني مكان. لا ما تقولش، ارفع ايدك اتفضل. العشار بالعكس، العشار قال له اللهم ارحمني انا الخاطي. الفريسي ما قالش انا غلطان اصلا، هل اشكرك اني لست مثل باقي الناس؟ دول وحشين قوي. اتفضل، برافو عليك، ليك 5 جنيه يا ابني، الله يسترها عليك. ايه بقى اللي حصل؟ ايه بقى القصه دي؟ يهوذا لما تلاحظوا كده، الشاب الجميل ده، هطلق عليك الشاب الغني بعد كده. لا بعد الشر، الشاب الغني مش حلو، انت حلو. لا اهو ابو كمامه ده، لو مش عايزها هاتيها. ميرسي. اوكي، ايه بقى اللي حصل في قصه يهوذا؟ خلي بالكم معايا، ايه اللي حصل في قصه يهوذا؟ فاكرين يهوذا بعد ما خان المسيح عمل ايه؟ ها فكر. الاول
راح لرؤساء الكهنة قال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، وخد التلاتين فضة ودهولهم. قالوا لا حرام، ده مال حرام، ده ما دي فلوس دم. فاشتروا بها حقل اسمه حقل الفخاري، ده كان يعني مقبرة للغرباء، ناس اللي مش اليهود يعني. وقالوا اسمه حقل الدم من اللحظة دي، اصل الناس دول يعرفوا ربنا كويس. المهم هو راح لمين عشان يصلح غلطته؟ يهوذا راح لمين؟ لرؤساء الكهنة ولا للمسيح؟ راح لرؤساء الكهنة، هو عايز يصلح غلطته بس بطريقته. يعني راح لرؤساء الكهنة يقول لهم خدوا الفلوس بتاعتكم، مش عايز، يبقى انا كده خدت حاجة ورجعتها. تمام تمام كده، انا تمام كده. لا يا حبيبي مش تمام، مش ده الاعتراف. الاعتراف ان انت تيجي للمسيح مش عشان ترضي ضميرك بشكل ما، لا، عشان ترجع للمسيح تاني. لو كان رجع يهوذا نفسه خد الثلاثين فضة دي بدل ما يروح لرؤساء الكهنة، وراح للمسيح قال له يا رب سامحني، يا ربنا هيقول له ايه؟ خلاص يا حبيبي جنب بطرس، يلا تعال هنا، انا مسميكم انتوا الاثنين، انتوا الاثنين حبايبي من اللحظه دي، خلاص. لكن هو الحقيقه ما حاولش يقدم التوبه لاجل الرجوع. عشان كده لما بتروح لابونا تعال اسال نفسك واسال نفسي كمان سؤال، هل انا بروح واجب ولا بروح ارضاء لضميري، ولا اروح عشان ما احسش بالذنب، ولا عايز اروح علشان انا ابقى في نظر نفسي بار؟ غلطش ابدا. عايز ابقى ايه؟ يعني راح لابونا علشان كرامتي واحساسي ناحل، يبقى لسه ما جيتش لربنا. اروح لربنا اقول له سامحني اخطأت يا ابتاه ايه في السماء وقدامك، انا وحش، انا غلبان، وما ليش حد غيرك يغسلني. لا بص يا اولاد، ساعات كده لما الواحد يزعل واحد يقول لك ايه اروح اصالحه بس. يعني هل التوبة ان انت تروح تصالح فلان بس؟ مش تقول يا رب سامحني ان انا عملت خطية وجرحتك بيها، زعلتك بيها، شوهت صورتك، مش الخطية دي موجهة لشخصك؟ انا اسف، زي ما بتأسف للراجل اللي انا زعلته اتأسف للمسيح اللي انا زعلته، وهي دي التوبة. انما عشان اتأسف لحد من غير ما اتأسف لربنا انا اسف، مش توبة، لازم اعمل الاثنين. عشان كده اللي عنده احساس بالكبرياء، اللي مش عايز يتأسف اصلا بقى، عارفين يجي واحد يغلط يقول على فكره انا مش متعود اتأسف في حد، يعني بصراحه يعني هي الامور بتمشي كده وبنمشي الحال، وبعد كده بننسى وبنمشي الامور. اقول له خلاص بقى وبتاع، خلاص بقى انت اصلا مش عايز تتأسف. الله، صعب علي، صعب علي جدا ايه التوبه، لان التوبه هي اعتذار. التوبه هي اعتذار. الابن ده راح لابوه يقول له ايه؟ اسف اخطأت، زعلتك، ده انا ما استاهلش اكون ابنك. طب لو كان قال لك لا بس ما معلش انا عارف بابا اصلا مش هيقرص عليا، انا مش عايز، ما كانش طيب، ما كانش اسمه الابن الشاطر. طيب طولنا عليكم، انا خلصت كل النقط اللي عندي دي، المشاكل اللي انا حبيت ان انا اتكلم فيها معاكم، عشان موضوع الاعتراف من هنا ورايح، ده الواحد بيروح في الاعتراف بفكر حقيقي وبعمق، ومش عايز يخرج من غير غفران. اذا كان حد عنده سؤال انا مستني. نشكركم، فتفضلوا نصلي. هنقول ترنيمة بس يعني على الوعظة اللي قالها أبونا إنه من سفر حزقيال 16، فممكن أقولها سوا. كنت مطروحة بلا رأي.